فقد تعرضت مدن فرنسية أخرى لاعتداءات مماثلة، أبرزها هجمات باريس التي أسفرت عن مقتل العشرات. فرنسا التي لم تنسى الذكريات السيئة التي طبعتها الأعمال الإرهابية في عقول الفرنسيين خلال عامي 2015 و2016، والتي رسمت لوحة مليئة بالدماء والعنف. تلك الاعتداءات الإرهابية بدأت مع انطلاق عام 2015 بهجوم إرهابي ضد مجلة شارلي إبدو، والتي أدت إلى مقتل 12 شخصا وإصابة 11 آخرين. وبعدها بأيام قام إمدي كوليبالي بعملية احتجاز لرهائن في متجر لبيع المنتجات اليهودية في بورت دوفانسان شرق العاصمة الفرنسية باريس، ما أسفر عن مقتل 4 رهائن داخل المتجر وإصابة آخر قبل أن تصفيه القوات الأمنية الفرنسية. وفي 26 يونيو هاجم رجل يدعى ياسين الصالحي مصنعا للغاز وقام بقتل رئيسه بقطع رأسه وأصاب آخرين، وحاول تفجير أسطوانات الغاز في المصنع الواقع بمنطقة إيزير جنوب شرق فرنسا قبل أن يتم القبض عليه. وفي شهر أغسطس قام مسلح بإطلاق النار على متن قطار أمستردام باريس قرب أراس في شمال فرنسا، ما أدى إلى إصابة 3 أشخاص بجروح، وألقي القبض على المسلح عندما توقف القطار في محطة المدينة. أما أعنف تلك الهجمات فكانت في 13 من شهر نوفمبر، حيث تعرضت العاصمة باريس إلى سلسلة هجمات دموية متزامنة في 6 مواقع مختلفة، أسفرت عن مقتل نحو 129 شخصا على الأقل وإصابة قرابة 350 شخصا، ما اضطر الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند إلى إعلان حالة الطوارئ في البلاد، داعيا الجيش للنزول إلى الشارع للمساهمة في حفظ الأمن. وفي عام 2016 قام العروس عبالة بقتل مساعد شرطة وصديقته بعد أن اقتحم منزلهما غرب باريس، بينما كان هجوم الأمس الأكثر دموية، حيث دهست شاحنة تبريد تجمعا من الأشخاص في مدينة نيس جنوب فرنسا كانوا محتشدين للاحتفال بالعيد الوطني، مما أسفر عن سقوط أكثر من 75 قتيلا وعشرات الجرحى في حصيلة غير نهائية. عثمان عمر، العربية.